السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله دائما في إسبانيا غادي نشوف مدينة طرقونا، واحد القرية سميتها بيرا في كاتالونيا في إسبانيا. هذه المدينة هذه كنا في ضيافة واحد الأسرة مغربية، استقبلونا أحسن استقبال ودوزنا معاهم واحد اليومين كانت من أحسن ما يكون. ديما البراد والصينية المغربية دائما حاضرين. كنشكرهم بزاف على حسن الاستقبال وعلى اليومين اللي دوزنا معاهم، كانت رائعة جدا. باقي المغاربة ديالنا محافظين على التقاليد المغربية. مدينة طرقونة هي واحد المدينة سياحية كتمتاز بالهواء ديالها النقي، وفيها واحد النشاط صناعي أيضا، وكتعرف واحد النشاط سياحي مهم. المناظر ديالها رائعة جدا وعندها تراث تاريخي كبير. البحر كيعطيها واحد الرونق كبير، وكذلك الخضرة والأشجار. هذه مدينة طرقونة، فيها كنلقاو هنايا الناس كيعلقوا الأعلام ديال الدولة ديالهم، كنشوفوا في الدور ديال الناس، كاين اللي كيعلقوا العلم ديال إسبانيا، وكاين اللي كيعلقوا ديال كاتالونيا. غادي نتعرفوا على الشاطئ ديال هاد المدينة. هادي هو شاطئ سالو. كما كتشوفوا الوجود الإسلامي دائما حاضر، واللي كيعبر عليه الأشجار ديال النخل. كما كنشوفوا النخل في ممشينا في الأندلس كنلقاوها، وهي كتدل على الوجود الإسلامي اللي كان في الأندلس، وهي من بقايا الآثار اللي خلاو المسلمين في هذه المنطقة. هذه البحر هنا كيعطي واحد الجمال كبير هذه المدينة. هذه خليكم تستمتعوا مع الأصوات ديال البحر في هذا المقطع. هذا مدينة طرقونة هي مدينة ديال الأضواء، وهي مدينة ليلية، كتعرف واحد النشاط ليلي كبير، لأن كيقصدوها السياح من داخل إسبانيا، كتعرف واحد السياحة داخلية، وكذلك من أوروبا كلها كيقصدوها السياح. هي قبلة للسياح كبيرة، وكتعرف رواج كبير. المناظر ديال البحر اللي فيها كتعجز الكلمات أنها توصفها. شفنا في الشاطئ كاين واحد المنطقة اللي هي رملية، اللي هي لابلاج، وكاين هذا الجسر هذا دايرينو كيتمشاو عليه السياح في المنطقة ديال الجانبية اللي فيها الصخر. كتدخل في وسط البحر وكتستمتع بالأصوات ديالو ديال الأمواج، كتشوف حتى الحويطة الصغورين كيكونوا تما، إلا قربت كيبانو لك كيتحركو. سبحان الله، ملي كتجي لهاد المنطقة هادي كتحس بواحد الهدوء، كتحس بحال راسك كيخوى من كل شيء، كيولي عندك واحد الصفاء. دوك الأصوات ديال البحر، وهذه لا كورنيش ديال الشاطئ. كاين في محلات بزاف، محلات ديال الملابس وديال الاكسسوارات وديال لي سوفينير اللي كتبغي ياخد واحد معاها ديال المدينة هذه، وبزاف ديال المقاهي والمطاعم. النخل دايما موجود. يا أرض أندلس الحبيب. وهذه المدينة هذه لا بغينا نقولوا شنو كيميزها بالإضافة للبحر، هما النافورات. فيها ما لا يعد ولا يحصى من النافورات، وكلهم ألوان وأشكال
ويعني التصاميم اللي فيها غزالة بزاف، وكاين واحد النافورة واحد اخرى كدير من واحد جهة اخرى ما صورتهاش، كدير الاصوات والموسيقى وفيها واحد المنظر غزال. وهنا كتلقى السياح وحتى السكان ديال المنطقه كيجيو في الليل كيفوجوا كيبدلوا الجو كيشوفوا هذا المنظر هذا الغزال. هاد النافورة هادي كما شفتوا كتبقى دير اشكال والوان، وصورت جميع الاشكال ديال الماء اللي كدير هاد النافورة هادي غزالة. في جهة أخرى هنايا كاين في وسط واحد الحديقة أخرى، هاد المدينة فيها بزاف الحدائق، كنشوفو منظر آخر ديال النافورات بالألوان والأشكال. نخليكم تستمتعوا بهاد المنظر هذا. كنلقاو فيها بزاف ديال النصوب تذكارية تاريخية كما كنشوفو هنايا، وهنا المحلات التجارية اللي هي أيضا سياحية، هادو بعض المقاهي، وكاين محلات كيبيعو الأكسسوارات والسياح والحاجات اللي ممكن ياخدوهم كهدايا الناس اللي يمشيو معاهم يمشيو عندهم زعما ولا مين يرجعو للبلاد ديالهم. كانت هذه هي الزيارة ديالنا لمدينة طراكونا، شفناها في النهار وشفناها في الليل. نتمنى أن هذه الجولة ديالنا فيها عجبتكم وأنكم خديتوا فكرة عليها، وإن شاء الله تكون فرصة أنكم تزوروها. وهذه فقط مناطق بسيطة اللي شفنا فيها، لأن الوقت ما كفاناش، كاين مناطق غزالة أكثر من هذا الشيء ومناطق تاريخية ممكن الإنسان يزورها.
ودابا ان شاء الله غادي نطلقوا لجهه اخرى في اسبانيا، دائما في كاتالونيا. في الطريق نحو بيرا كندوزوا على هذا الجبل، هذا اللي هو واحد جبل كبير سميتو مونسيرات، هو الاسم ديال واحد القديسه، لانه ما عندهم تما القديسه دفنينها تما، وكاين كنيسه تما دايرينها بحال الضريح. هنا كيبان مونسيرات ياك جامد معتي وكيبان بزاف صخريه. وحنا طالعين في اسبانيا وحنا كنزيدوا في العلو، كنزيدوا كنطلعوا في مناطق جبليه والاشجار كيبقى الدنيا تزيد تخضر كل ما زدنا للشمال، وكل ما الدنيا كتولي اكثر خضره ومياه. دخلنا الفلاح اسمعك شي قديم. عاود كيبان لينا مونسيرات من الجنب، كما قلت دايرين تماك واحد الكنيسه ودايرين لها ضريح، وحتى هما عندهم الطقوس ديال زياره الاضريحه وكيمشيو يتبركوا بهم. وخا الطريق معذبه تما في هذاك الجبل، كيطلعوا حتى لتما ويمشيو يزوروها ويديروا حتى هما الطقوس ديالهم، حيت طبعا حرفوا الدين ديالهم كما كنعرفوا كيديروا هاد الطقوس هادي. كانوا دابا حنا داخلين البيرا، كيبداو المباني كيبانوا من هنايا، واخيرا وصلنا ليها. جينا نشوفوا واحد المعصره سميتها موليدولي، معصره ديال زيت الزيتون، عندهم من اجود انواع الزيتون اسبانيا كما كنعرفوا، عندهم الزيتون بزاف موجود في الفلاحه ديال الزيتون. وهذه هي المعصره ولا المعمل ديال الزيتون. لا ما كايناش. هادو البقية ديال الزيتون ملي كيعصروه كيبقى هادشي هذا. سالينا الجولة ديالنا في المعصرة ديال الزيتون وذقنا الزيت وخدينا معنا الزيت، وان شاء الله نكملوا طريقنا. بغيت نجاوب على واحد السؤال كيسولوني بزاف ديال الاخوات بالنسبة للنقاب. في اسبانيا ما لقيت حتى مشكل نهائيا، لا في النهار ولا في الليل ولا في البحر ولا في الاماكن العمومية ولا حتى في شي حاجة ولا في النقل، ما استعملتش الوسائل العمومية في السيارة الخاصة، ولكن ما لقيتش حتى شي مضايقات لا من الامن ولا من الناس العاديين. كيقدروا شي واحد يبقاو يشوفوا فيك، حتى انا كنشوف فيهم وصافي، وكتمر الامور بسلام. في الطريق دزنا خدينا داكشي اللي غادي نحتاجو من السوبر مارشي، الفواكه الماء والحاجات اللي غادي نحتاجو، كملنا طريقنا ان شاء الله باش نمشيو لفرنسا. ومنين كنبداو طالعين كيبداو هاد المروحات الهوائيه اللي كنتجو الطاقه الهوائيه من الكهرباء. ان شاء الله دابا غادي نبداو طالعين، كيبداو يتبدلوا التضاريس كما كنشوفوا، كاين فرق ما بين اسبانيا وفرنسا في التضاريس ولا في الاشجار ولا في كل شيء. وغادي ندخلوا ان شاء الله لواحد المدينه فرنسيه اللي اخر مدينه في الشمال اللي وصلوا لها المسلمين. نخليو لكم مفاجاه في الفيديو المقبل ان شاء الله. نتمنى ان هذه الجوله هذه تكون عجبتكم وخديتوا فكره على هذه المواقع هذه. اسبانيا فيها بزاف ما يتشاف وكتستحق الزياره. في انتظار ان شاء الله الفيديو المقبل، نخليكم في رحمه الله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.